و15 درجة مئوية في منسوب سطح البحر، لأن احنا عندنا معلومة من زمان من الفيزياء إن كل ما بنطلع لفوق درجة الحرارة بيحصل لها إيه؟ بتقل. بتقل. تمام، يبقى مطار في منسوب سطح البحر. تاني assumption إن temperature عند الايربورت standard 15 درجة مئوية. A runway is leveled in the longitudinal direction. يعني إيه leveled؟ يعني منسوبه ثابت في الاتجاه الطولي. طب انتم وانتم بتدرسوا طرق وانا بعلمكم طرق، في طريق بينفع نعمله منسوبه ثابت ميله صفر؟ لا، بيبقى فيه منحنيات رأسية و... بيبقى فيه ميول، ماشي، عشان عشان المنحنيات والمنحدرات وكده، عشان المياه ما الميول تتجمعش والمنحنيات والمنحدرات عشان نصرف المياه. بالظبط كده، تمام. فالثلاث حاجات دول صعب جدا ان هم يكونوا حاصلين، لكن الاسامبشنز بتاعت البيزك ران واي لينث بتقول ان الثلاث شروط دول موجودين وبنعمل لهم تصحيحات. في اسامبشنز الرابع والخامس قال لك نو ويندوز بلوينج اون ذا ران واي، مفيش رياح خالص بتهب على ايه، على الران واي. ايه ده؟ طب ما احنا المره اللي فاتت كنا عمالين نتكلم في الويند روز وعمالين نقول هنوجه الران واي بحيث انه عكس اتجاه الرياح عشان الرياح دي هتساعدنا في عمليه الهبوط والاقلاع، يبقى ازاي نحط الاسامبشن ده؟ حد عنده فكره ليه؟ ها؟ حد عنده فكره؟ معلش يا استاذ دكتور، احنا لسه داخلين عشان كنا في المحاضرة اللي فاتت، بس مفيش مشكله. ما ركزناش بس من الاول. طيب احنا بنقول بيزك رانواي لينث، احنا هنعمل النهارده اصلا محاضره عن تصحيح طول الرانواي، وقلنا ان احنا عندنا شويه اسامبشنز كده، افتراضات. اول افتراض فيهم ان المطار عند منسوب سطح البحر، ثاني افتراض فيهم ان درجه الحراره عند المطار ستاندرد 15 درجه مئويه، ثالث افتراض فيهم انه الرانواي ليفلد في الاتجاه الطولي ملوش ميول، يعني نفس المنسوب ما بيتغيرش. ورابع شرط قلنا انه no wind is blowing on the runway. الشرط الرابع ده هو مش مختلف مع اللي قلناه المرة اللي فاتت لما كنا بنقول ان احنا بنعمل runway orientation وبنعمل wind rules نحط اتجاه عكس. ليه انا خدت الشرط ده او الافتراض، افترضنا الافتراض ده كفاكتور اوف سيفتي يعني؟ بالظبط كفاكتور اوف سيفتي. هو انا اوريدي المفروض بعمل runway orientation بحيث ان انا استفيد بالرياح، لكن احنا في المحاضره اللي فاتت شرحت بقى في ايام فيها كام بيريود. كام بيريود يعني يروح سرعه الرياح قليله قوي، فالرياح مش هتفيدني، فانا لازم اكون معتمد بيزيكلي على حاجتين، على محركات الطياره وعلى ان طول الران واي يكفي الطياره تفضل ماشيه عليه لحد ما تقدر تكتسب سرعه تمكنها من اتمام عمليه الاقلاع بنجاح. طيب يعني ثانيه واحده يا شباب، ادوني دقيقة واحدة بس هكون معايا دقيقة واحدة. ايوه شباب، كنت حد بيسأل على حاجة. انا دكتور، يعني هو لما تكون نو ويند في المطار يبقى كده يبقى كده مور سيف اكتر من يبقى فيه الويند؟ لا استنى استنى، مش كده مور سيف. انا كده باخد الورست كيس سيناريو، مش احنا مهندسين مدني؟ لازم اتعامل مع الورست كيس سيناريو ان انا اقدر برضو الطياره تقدر تطلع وتعمل عمليه اقلاع وهبوط في الورست كيس سيناريو، تمام. فنو ويند از بلوينج ده الورست كيس سيناريو، تمام. لما يكون في ويند بلوينج يبقى الايام الثانيه اللي ما فيهاش ويند، الايام الثانيه اللي فيها ويند دي ده مور سيف. تمام، بس انا لازم اخد ايوه. طب ما هو ممكن يبقى اتجاه الرياح يبقى عكس اتجاه الاقلاع، فده يبقى اخطر من الطياره. لا احنا بنبقى عايزين الرياح عكس الاقلاع.
الناس سمعني ولا في مشكلة ما في الإنترنت؟ هو لا سمعك يا دكتور، بس هو آخر فترة دي قطع بس. طيب معلش ماشي. آخر assumption قال لي الايركرافت is loaded to its full loading capacity، إن هي متحملة الأقصى قدرة ليها على التحميل، وده برضو الورست كيس سيناريو لأن هي ممكن ما تكونش مليانة على آخرها ولا حاجة. تمام، فالاثنين الأخرانيين دول أنا ما بعملهمش تصحيح ماشي، لأنه دي ده أنا بفترض إنه ما فيش ويند بتساعدني، لكن في أيام بيبقى فيه موجود معها ويند بتساعدني. بفترض إن الطيارة loaded to its full capacity، في أيام ممكن الطيارة ما تكونش متحملة بأقصى حمولة، اليومين دول الطيران قل كتير والسفر قل كتير بسبب الكورونا، فأكيد ده مش الورست كيس سيناريو. فطب لما باجي أعمل تصحيحات بقى بعمل تصحيحات لإيه؟ التلات حاجات اللي فوق اللي هم أول حاجة correction for elevation، correction for temperature، قبل ما أعمل التصحيح الأخير correction for gradient اللي هو الميول. يعني بتشيك الأول total correction for elevation and temperature، هل ده معقول ولا زيادة عن اللزوم فهيكلف اقتصاديا عليا ولا لا. فهنبتدي بأول تصحيح اللي هو correction for elevation. يقول لك ايه كاو؟ اقول لكم يعني ايه كاو قبل كده ولا لا؟ هي منظمة مسؤولة عن الطيران المدني. طيب خلينا نعرف منظمتين مهمين جدا قبل ما نكمل، ويا ريت تكتبوهم كلكم. الايكاو هي ناشونال سيفل افييشن اورجانيزيشن. تاني كده حد يقول لنا قلت ايه؟ International Civil Association Organization. لا Aviation. تمام. International Civil Aviation Organization، يا ريت تكتبوها كلكم لو سمحتوا. في عندنا كمان الـ FAA، Federal Aviation Association. طيب بيهمونا ليه المنظمتين دول؟ الإيكاو بما إنها اسمها International Civil Aviation، Civil Aviation مقصود بالطيران المدني، دي منظمة دولية للطيران المدني، وبالتالي هي اللي بتحط القواعد والأكواد الخاصة بتصميم المطارات في العالم كله. تمام، الفيدرال Aviation Association، الفيدرال يعني فيدرالي، وإحنا عارفين الاتحاد الفيدرالي هو اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية، فهي الفيدرال افيشن اسوسيشن هي مختصة بوضع قواعد الطيران وتصميم المطارات داخل الولايات المتحدة. طب احنا ناس بندرس تصميم مطارات في مصر، يهمنا في ايه الـ FAA؟ ما كفايه علينا الإيكاو. قال لك لو في اي مواصفة مش موجودة او مش متوصفة في الإيكاو بناخدها من الـ FAA، العالم كله بيعمل كده. يبقى لازم نعرف المنظمتين دول عشان يجوز نتسأل عنهم، او يجوز احنا نحتاج ان احنا ندور سواء في الإيكاو أو في الـ FAA. تمام؟ طيب الإيكاو قالت إيه؟ الإيكاو قالت إنه لما نيجي نعمل تصحيح للـ Elevation، قال لك it recommends that the basic runway length should be increased at the rate of 7% per 300 meters rise in elevation above sea level. ارتفاع مقداره 300 متر أو 1000 فيت يعني عن مستوى سطح البحر، بنعمله تصحيح بمقدار 7%، بنزود اللينس بمقدار 7%. فالمعادلة اللي ناتجة عن الكلام ده شكلها ايه؟ قالك الدلتا ال واحد هتساوي 7% مضروبة في ال بيزك اللي هي بتبقى معطاة لنا دايما في الاليفيشن، ان كان الرقم على
300، اي كان الرقم بالموجب طبعا على 300. وبما اننا جبنا التصحيح ده اللي هو ده معناه على ال بيزك هيدينا ال واحد، وهي ال طول الران واي مصححا للارتفاع عن سطح البحر، يعني طوله مصحح لقيمه الارتفاع عن سطح البحر. طب وبعدين هنعمل تصحيح درجه الحراره، وتصحيح درجه الحراره لازم الاول نعرف ايه هي درجات الحراره في منطقه المطار. فعندنا حاجه اسمها الريفرنس تمبريتشر او الايربورت ريفرنس تمبريتشر، درجه الحراره المرجعيه في المطار. ودي تعريفها بيقول لي ان هي defined as a monthly mean of average daily temperature for the hottest months of the year plus one third of this temperature and the monthly mean of the maximum daily temperature for the same months of the year. طب إيه الكلام ده بقى؟ يعني ايه؟ عندنا درجتين حرارة، خلاص؟ درجة حرارة بنسميها the monthly mean of average daily temperature، مش احنا عندنا في الأحوال الجوية بيجوا يعملوا نشرة جوية في التلفزيون او اما انت بتمسك الويزر جادجت على الكمبيوتر بتاعك، سوري التليفون بتاعك، مش بتشوف درجة حرارة مينيمم وماكسيمم وماكسيمم او عظمى وصغرى؟ العظمى والصغرى كل يوم، صح؟ الليل والنهار، وكل يوم بتختلف عن اليوم اللي قبليه. ومثلا في شهر يناير العظمى والصغرى بتبقى ارقام تانية خالص، غير في شهر فبراير، غير في شهر مارس، غير في شهر يوليو واغسطس، صح؟ مظبوط، كلام جميل. طيب احنا اولا بنتكلم على ان بما اننا بنصحح لدرجات الحراره فاحنا هنصحح على اعلى شهر في السنه، عشان كده مبدئيا كده احنا متفقين على حاجه اسمها ايه، hottest months of the year، اللي هو عندنا في مصر هنا بيبقى 7 أو 8، ماشي؟ وفي أماكن تانية ممكن يبقى 1 و2 على فكرة، صح ولا مش صح؟ صح. طيب يبقى على حسب موقع المطار أنا بشوف أكتر شهر حر في السنة، وبشوف له بقى أكتر شهر حر في السنة ده بشوف له حاجتين، المانثلي مين بتاع الماكسيموم دايلي تمبريتشر اللي هو متوسط درجات الحرارة العظمى، احنا حالا فهمنا إن في عظمى وصغرى كل يوم، تمام؟ فالmonthly mean of maximum daily temperature معناه بنتكلم على متوسط درجات الحرارة العظمى على مدار الشهر اللي هو أسخن شهر في السنة أو أكتر شهر حر في السنة ده، فدي ما فيهاش مشكلة. طب المonthly mean of average daily temperature اللي هو إيه بقى؟ متوسط درجات الحرارة المتوسطة. يعني إيه ده متوسط درجات الحرارة المتوسطة؟ إحنا كل يوم عندنا درجة حرارة عظمى وصغرى بس في درجة متوسطة ما بينهم، فاحنا بناخد درجة الحرارة المتوسطة دي كل يوم، ماشي؟ عندنا في الشهر 30 يوم أو 31 أو 29 يوم أو أيا كان عدد الأيام، فنشوف درجة الحرارة المتوسطة كل يوم كام، ونروح جايبين المتوسط بتاع درجة الحرارة المتوسطة ده على مدار عدد أيام الشهر، ماشي؟ فكده مفهومة؟ طب إيه درجة الحرارة الريفرنس تمبريتشر بتتحسب إزاي؟ قال لك التي بتساوي التي أفريج اللي هي متوسط درجات الحرارة المتوسطة على مدار أكتر شهر حر في السنة، زائد التي ماكسيموم ناقص التي أفريج على 3، تلت الفرق ما بين التي ماكسيموم والتي أفريج. الستاندرد تمبريتشر كام؟ قلنا 15 درجة مئوية عند منسوب سطح البحر. طب لو إحنا أعلى من منسوب سطح البحر بنحسبها إزاي؟ قال لك بتساوي 15 درجة مئوية ناقص 65 من 10,000 0.0065 مضروب في الإليفيشن. كل ما زاد الإليفيشن كل ما قلت درجة الحرارة، تمام؟ طب والدلتا تي فرق درجات الحرارة بين الستاندرد وما بين الريفرنس تمبريتشر أو درجة الحرارة المطار، التي جاية ناقص درجة حرارة الستاندرد عند موقع المطار. التصحيح دلتا ال 2 هاخد ال اقسمها على 100 واضربها بس في الدلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة، وال ال 2 بما اننا جبنا التصحيح دلتا ال 2. ما تستصعبوش الحكاية دلوقتي، هناخد مثال ونعرف نطلع درجات الحرارة ونعرف نطلع التصحيح. اتفقنا ان انا بعمل تصحيح الاليفيشن وبعدين تصحيح درجة الحرارة. قبل ما اعمل التصحيح الثالث عايز اتاكد ان موقع المطار ده اقتصادي، فبشوف الاول ان التصحيحين دول قد ايه من طول الران واي. فقال لك الايكاو فيرزر ريكومندز ذات اف ذا توتال كوركشن فور الايفالويشن اليفيشن بلس تمبريتشر اكسيد 35% اوف ذا بيزك ران واي لينث
في الحالة دي نبتدي ندرس بقى موقع المطار ده هل هو مناسب ولا لا. إذا كنت بصحح طول الرنوي بنسبة أكتر من 35% بس عشان درجات الحرارة والإليفيشن، طب ما أنا لما أكمل تصحيح الجريدينت يبقى طول المطار ممكن يزيد لحد 50%، فكده الرقم كبير قوي. الرنوي اتفقنا قبل كده أنه بقى أصلا طويل، فممكن يكون موقع المطار كده مش اقتصادي. فالأول بنعمل تشيك إن ال2 ناقص ال بيزك على ال بيزك مضروبة في 100% المفروض إنها تكون أقل من أو يساوي 35%. لو أكتر من كده ممكن نعيد النظر في موقع المطار. طيب التصحيح الثالث اللي هو ال correction for gradient، قال لك إن ال temperature دي مكتوبة غلط. هنا temperature should be increased at 20% for every 1% effective gradient. temperature دي مكتوبة غلط، دي runway length. runway length should be increased at 20% for every 1% of effective gradient. يعني ايه effective gradient او الميل الفعال؟ قال لك ان الـ effective gradient ده is defined as the maximum difference in elevation between the highest and lowest point of the runway divided by the total length of runway. يعني ايه الكلام ده؟ نشوف احنا كده كده لما بنيجي نعمل طريق بنعمل ميول، فالميل ده ممكن يكون صاعد وممكن يكون هابط، بنمشي ميل صاعد شويه بعدين نمشي ميل هابط ونعمل منهم منحنى راسي، وبعدين الميل هابط ده يرجع يبقى ميل صاعد ونمشي منهم منحنى راسي برده بس الساج مش كريست، مش كده؟ في النهايه بقى من اول الرانوي لاخره انا بشوف اعلى نقطه خالص ايه، اعلى نقطه واقل نقطه في المنصوب ايه، واشوف المنسوب النقطه اللي هي اعلى نقطه ومنسوب اقل نقطه ده واجيب الفرق بينهم. بس لما اجي اقسمه مش هقسمه على المسافه بينهم، هقسمه على طول الرانوي كل شيء. فقال لك لكل 1% of effective gradient انا هزود الطول ب 20%. فلو حسبت جي افكتيف اللي هي بتساوي الماكسيمم اليفيشن ناقص المينيمم اليفيشن على ال2 وضربتها في 100% عشان تطلع لي بنسبه مئويه، الدلتا ال3 قال لك بتساوي على 20 على 100 في ال2 في جي افكتيف. وخلي بالنا لازم اضرب فوق في 100% واقيم قيمه الجي افكتيف، وجي افكتيف دي هي اللي باخدها احطها في المعادله الثانيه. والال3 بتساوي ال2 زائد دلتا ال3. نشوف عشان نفهم اكتر لان انا حاسه ان انتوا فاصلين. سمحت يا دكتور، هي اعلى نقطه او اوطى نقطه دول لازم يكونوا مشتركين في منحنى، ولا اعلى نقطه او اوطى نقطه على الرانوي على طول الرانوي اي مكان في الرانوي يعني حتى ورا بعض ماشي بعد عن بعض ماشي مالناش دعوه مكانهم فين، اعلى نقطه ايا كان مكانها واوطى نقطه ايا كان مكانها. تمام. ولما نيجي نقسمهم ما بنقسمهمش على المسافه بينهم، مالناش دعوه، نقسمه على طول الرانوي كله. ماشي. نشوف مثال، نشوف مثالين كده عشان نفهم. معلش يا دكتور، هو انا بقسم على طول الرانوي اللي انا مصححه قبل كده ولا الطول الاصلي؟ لا اللي انا مصححه قبل كده، احنا بنعمل التصحيحات دي بالترتيب. الو تمام يا دكتور. تمام ماشي، خلينا نقرا كده المثال ده مع بعض ونبتدي نشتغل بالارقام عشان نقرب الصوره اكتر. قال لك المثال بيقول the monthly mean temperature of the atmosphere at a particular site where an airport is developed are given below. قال لك ال monthly mean temperatures اللي هي ال mean average daily وال mean maximum daily لكل شهور الدهان اللي هي مش درجة حرارة كل يوم بقى، يعني شهر يناير مثلا المين افريج دي درجة حرارة متوسطة على مدار ال 30 يوم كانت 3 درجات، الماكسيموم تمبريتشر على مدار ال 30 يوم كانت 5 درجات. تمام. طبعا دي منطقة بعيدة عننا خالص يعني، وعمل كده بالنسبة لكل شهور، اعطانا لكل يوم متوسط درجات الحرارة الماكسيموم العظمى ومتوسط درجات الحرارة المتوسطة لكل شهر. ماشي. بيقول لك الموقع ده المفروض فيه هيكون تعمل مطار،
فبيقول لك determine the airport reference temperature، احس لنا قيمة ال TA اللي هي درجة الحرارة المرجعية للمطار، if the site is at mean sea level، وبعدين كمل if the site is at mean sea level، المطار ده عند منسوب سطح البحر. Determine the actual runway length، the runway is assumed to be level. قال لك هات لي بقى ال actual اللي هو المتصحح، يعني طول الرنوي المتصحح، وافترض ان هو assumed to be level، انه منسوب كله زي بعض ماشي. فعندنا يعتبر هنا تصحيح واحد بس اللي هو تصحيح درجة الحرارة، فلازم نجيب الـ TA ولازم نجيب تصحيح درجة الحرارة. نبص كده على شهور السنة اللي قدامنا، انه شهر فيها هو اكتر شهر حر. شهر يونيو بالظبط. حد عنده رأي تاني؟ الناس بصت على الجدول كويس؟ ايوه تمام كده. بنبص على درجات الحرارة وبنشوف انه شهر اللي جات فيه اقصى درجات حرارة او اعلى درجات حرارة، سواء في المين ماكسيمم دايلي ولا في المين افريج دايلي. تمام، بصينا على درجات الحرارة لقينا اكتر شهر حر هو شهر يونيو، واللي فيه التي افريج بتساوي 40 درجة، والتي ماكسيمم او تي ام بتساوي 50 درجة. تمام، القانون بتاعنا كان بيقول، طلعنا ده من الجدول اهو، the table indicates that the hottest months of the year is June. Hence the mean of maximum daily temperature T maximum بتساوي 50، والmean average daily temperature TA بتساوي 40. القانون كان بيقول airport reference temperature بتساوي TA زائد T minimum T maximum ناقص TA على 3. الفرق ما بين T maximum و T average يبقى بتساوي 40 زائد 50 ناقص 40 على 3 اللي هم ب 10 يعني. يبقى درجة الحرارة الريفرنس بتاعة الايربورت ده بتساوي 43 درجة و 33 من مية، طبعا سيريزي. خلاص، الستاندرد كام؟ عشان احنا عند مظبوط، عشان احنا عند منسوب سطح البحر، فالستاندرد 15. فلو انا عايز اجيب تصحيح، قانون التصحيح كان بيقول ايه؟ الدلتا ال بتساوي طبعا 15 دي اللي ستاندرد، والدلتا تي اللي هي الرايز اوف تمبريتشر يبقى 43 و33 من 100 ناقص 15 بتساوي 28 و33 من 100. لو افترضنا ان طول الران واي بيساوي ال بس وخلاص، فالدلتا ال بتساوي ال على 100 مضروبه في 28 و33 من 100 اللي هي دلتا تي اللي هي درجه الحراره يعني. فيبقى عندنا الـ corrected length بيساوي طبعا القيمة دي تطلع لنا 28 من 100 L، ولما نجمعها على L يبقى طول الـ runway المتصحح 1 و 28 من 100 L. يعني لو قال لي ان الطول بيساوي 1000 هاخد الرقم ده واضربه في 1000، لو قال لي الطول بيساوي 2000 هاخد الرقم ده واضربه في 2000، لو قال لي ان الطول بيساوي 800 مطار صغير هاخد الرقم ده او النسبة دي اللي هي 1 28 من 100 واضربها في ايا كان طول الرنواي. لحد كده في اي مشكله؟ طيب في ملاحظه كمان قالها لي، هي قال لي no correction for elevation or gradient is required. احنا ما عندناش الا تصحيح درجه الحراره بس لسببين. اول سبب ان هو قال لي ان المطار ده عند منسوب سطح البحر، فما عندناش تصحيح للاليفيشن. تاني سبب ان هو قال لي ان اسيوم ان الرنواي ده is leveled، منسوبه ثابت على طول الران واي، يعني معنى كده ان الميل بتاعه بيساوي صفر، فما عندناش افكتيف جريدينت لان ما عندناش نقطه هي اعلى نقطه ونقطه هي اوطى نقطه، هو كل الران واي اسيوم تو بي في نفس المنسوب، مفترض ان هو يبقى في نفس المنسوب، فالافكتيف جريدينت بتساوي صفر. نشوف مثال كمان. في أسئلة في المثال ده قبل ما أنقل على المثال التاني؟ لا شكرا. ماشي، طيب المثال ده بيقول لي إيه؟ The following data refers to the proposed longitudinal section of runway. وعطانا جدول وقال لك من 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 صفر to chain 5 مقسمها stations بقى و chains،
ومن 5 توتشين 15 ومن 15 توتشين 30 ومن 30 لتشين 40. كل واحدة من دول عطانا ليها جريدينت، عطانا ليها ميل. يعني مثلا من 0 ل 5 قال لك الميل 1%، من 5 ل 15 قال لك التشين الميل او الجريدينت ناقص 1%، هابط مش صعب ماشي. ومن 15 ل 30 8.10%، ومن 30 ل 40 2.10%. تمام. طيب وبعدين قال لك if one metric chain is of 20 meters length، عندي التشين او الستيشن الواحده ب 20 متر، determine the effective gradient of the runway. لنا الافكتيف جريدينت بيساوي كام؟ احسب هون ماشي، عشان نسهل الدنيا على نفسنا. فاحنا هنحول التشينز دي لامتار للمتر ماشي. فمثلا لو ابتدينا كده نعمل جدول ونقول التشينج بتساوي صفر، فقدامها المسافه من اول الرانواي بتساوي صفر. طب لو خمسه، التشين الواحده بكام؟ ب 20، فهنضرب الخمسه ب 20 يبقى 100. 15 المسافه من اول الرانواي كام؟ 300 متر. طب 30 600 متر، بنضرب الرقم اللي تشين اللي هو عطاه لي في 20 بس. خلاص كده. وبعدين عايزين نحسب الاليفيشن. هو ما ادانيش اليفيشن اصلا الرانواي، فهفترض اليفيشن. لو فرضت ان منسوب اول نقطه على الرانواي ب 100 ماشي، نيجي كده من 0 ل 5 مشينا كام متر؟ 100 متر بالظبط، والميل 1% موجب، يبقى زدنا في المنسوب قد ايه؟ 1 متر. يبقى ال 100 هتبقى 101 زي ما مكتوب قدامكم. طيب من 5 ل 15 مشينا كام متر؟ 200 متر. 200 متر ماشي، والميل ناقص 1%، يبقى المنسوب قل كام متر؟ 2 متر. مترين، هيبقى 99. من 15 ل 30 مشينا 300 متر، والمنسوب الميل سوري بلس 8% 0.8% 8.10%، فهيبقى زدنا 8.10 على 100 في 300 اللي هم ب 2.4، يبقى 99 هتبقى كام؟ 101.4. حاجة خالص، من 600 ل 800 مشينا 200 متر، والمنسوب بيزيد بمقدار الميل بتاعي اللي هو 2.10% ماشي ل 200 متر، يبقى 2.10 على 100 مضروبة في 200. ايه ده؟ في 200؟ سوري، 2.10 على 100 في 200 ب 4.10، فيبقى ال 101.4 هتوصل ل 101.8. لحد كده في اي مشكلة في حساب المناسيب؟ الو؟ لا تمام كده، مفيش اي مشكلة في حساب المناسيب. طيب احنا اتفقنا ان الافكتيف جريدينت بيساوي منسوب اعلى نقطة ناقص منسوب اوطى نقطة، صح؟ اعلى نقطة عندنا كام؟ 101.8 ناقص اوطى نقطة اللي هي 99 من متر، يديني فرق المنسوب ب 2.8. واتفقنا ان احنا بناخد فرق المنسوب ده اللي هو ما بين اعلى نقطه واوطى نقطه ونقسمه على طول الرنوي كله. فاحنا طول الرنوي كله عندنا 800 متر، فبنقسم 2.8 على 800 ونضربه في 100% عشان يطلع لنا قيمه الافكتيف جريدينت اللي هو 35%. لو مطلوب مني تصحيح مفروض للافكتيف جريدينت، هاخد ال 35% دي واضربها في 20 على 100 في طول الرنوي اللي عندي. مثال تاني، اعطاني بقى الرانواي وطالب مني التصحيحات بتاعته، فبيقول لي the length of runway under standard condition is 1620 متر، airport site has an elevation of 270 متر، its reference temperature، حسب لك الreference temperature على طول اهو ب 32.9 سليزي، و if the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.2% determines the corrected runway length. اعطاك كل الداتا هيت وقال لك اعمل لي بقى الثلاث تصحيحات. فهنعمل الثلاث تصحيحات مع بعض. هنبدأ بأول تصحيح للإليفيشن اللي هو الدلتا ال1 بتساوي 7 على 100 في 1620 في 270 على 300. نطلع أول تصحيح للإليفيشن اللي هو 102 متر. لو قلنا 102 متر على 1620 هيدينا 1722. أنا عايزة بس إحنا هنا عارفين كل تصحيح بيتعمل إزاي لوحده،
انا عايزه بس انت تشوف الخطوات بتاعه التصحيح. بعد كده هنبتدي نصحح للتمبريتشر، فهنجيب الستاندرد تمبريتشر بكامل اللي هو بتساوي 15 ناقص 65 من 10000 مضروبه في 270 تطلع ب 13 و18 من 100. هو عطينا الريفرنس تمبريتشر بتاع الران ويف، هنجيب الدلتا تي الريفرنس تمبريتشر ناقص الستاندرد تمبريتشر في موقع المطار تطلع ب 19 و72 من 100 سيليزي. نجيب الدلتا ال 2 اللي هي بتساوي الدلتا تي مضروبه في ال على ال طبعا واحد على يدينا 340 متر، فهنجمع ال 340 متر على اتفقنا ان قبل ما ادخل التصحيح الثالث لازم اعمل تشيك فور توتال كوركشن اوف اليفيشن اند تمبريتشر. نشوف الرقم اللي وصلنا له اللي هو 2062 ونطرح منه 1620 على 1620 ونضرب الكلام ده في 100% عشان نطلع قيمه التصحيح قد ايه. طلع 27.2% يعني اقل من 35%. اوكي بنكمل التصحيح التالت. طلع اكتر من كده المفروض ان انا بعيد نظر في موقع المطار. طب في الامتحان حضرتك هتعمل ايه؟ هتعلق، هتكومنت ماشي وكمل تصحيحات عادي. الكوركشن فور جريدينت اتفقنا ان هو 20% مضروب في طول الران واي في الافكتيف جريدينت، فاضرب 20 على 100 مضروبه في 2062 في 0.2 يديني 82 متر او 84%. الرقم اللي طلع لي 2144 و48%. طبعا احنا بنقرب لاقرب 10 متر، وفي المطارات الكبيره قوي ممكن نقرب لاقرب 50 متر ماشي. فالرقم ده هيبقى 2150 ده كوركتد ران واي لينث. لحد كده في صعوبه في اللي انا قلته بتاع التصحيحات؟ بس يا دكتور لو هي اكبر من 35% تاني كده. لو طلع الرقم اكتر من 35% بعيد نظر في موقع المطار، لان كده طول الرانويز كلها هتكبر، كل الرانويز اللي موجوده في المطار هتبقى كبيره قوي، فده اقتصاديا مش حاجه بسيطه. اوكي فطب لو انا في الامتحان انت هتكومنت هتعلق هتقول رايك، هل كده الموقع ده مناسب للمطار ده ولا لا؟ هتقول رأيك وتكمل تصحيحات عادي في الامتحان، ورقة الامتحان. تمام. طلع اقل من 35% خير وبركه. تمام. لحد كده في صعوبه في اللي انا قلته؟ المطارات الصغيره بنقرب لقرب 10 متر، في الكبيره لقرب كام؟ لقرب 50 متر. يعني مثلا ساي طلع لي في مطار كبير 2177 خلاص هخليهم 2000 ماشي. لحد كده الدنيا اوكي. هعتبر لحد كده الدنيا اوكي وهنشير المحاضرة بتاعت الجيومتريك ديزاين. دي مش عندكم دلوقتي. لازم اخرج من المحاضرة وارجع تاني عشان اعرف اشير المحاضرة بتاعت الجيومتريك ديزاين. تمام ماشي. اخرج واجي على طول. كده مش شايفينها؟ تمام كده. طيب بما اننا بنتكلم في جيومتريك ديزاين فاحنا نبتدي برضو بالران واي ريفرنس كود. حد فاكر الران واي ريفرنس كود؟ ايوه وكود لتر، والكود نمبر بيدل على طول الران واي، والكود لتر بيدل على
حجم التيارات اللي هتستخدم المطار، والريفرنس كود كان بيبقى لتر ونمبر. يعني نقول مثلا مطار 4C، او نقول مطار 3D، وهكذا. ماشي. طيب اول حاجة انا ليه بهتمينا بالجدول ده ان احنا نذكره تاني، لان احنا كل ما نشتغل في الجيومتريك ديزاين النهاردة ونشوف قواعد الجيومتريك ديزاين او التصميم الهندسي للرانواي، هنلاقي حاجات ليها علاقة بالريفرنس كود. فهنبدأ مثلا بالويتس، عرض الرانواي هيبقى قد ايه. فلو بصينا كده على جدول الويتس هنلاقي عندنا 1 و2 و3 و4 والكود لتر اللي هو A B C D لحد F. ماشي. فنلاقي على سبيل المثال المطار اللي الكود لتر بتاعه 1A عندنا عرض الرنوي بيساوي 18 متر، 1B عرض الرنوي بتاعه بيساوي 18 برضو، 1C عندنا 23، والدي والاي والاف ما فيش قدامهم حاجه. تفتكر ده معناه ايه؟ مفيش حد نوع، فاهم الدي والاي والاف مفيش نوع، مفيش نوع دي 1، مفيش 1D ومفيش 1E ومفيش 1F. ليه؟ مظبوط. بس ليه؟ متناسب مع العرض. ايه؟ طول الران واي مش متناسب مع حجم الطيارات. بالظبط كده. لما جينا نتكلم في الطيارات الدي والاي والاف ابتدينا نتكلم في اطوال اجنحه بتوصل في حاله الاف ل 65 متر. ماشي. الران واي الصغير اللي هو طوله لحد 800 متر ده ما ينفعش طياره بالحجم ده تعمل اقلاع من على طول ران واي 800 متر. ففي كده الدي والاي والاف مش موجودين خالص مع بعض. طب نبص على الران واي وات في حاله المطار 2A هنلاقيه 23، 2B 23، 2C 30، وبرده مفيش 2D ولا 2E ولا 2F لنفس السبب. المطار من النوع 3 في 3A عرض الران واي ب 30 متر، و3B عرض الران واي ب 30 متر، و3C عرض الران واي ب 30 متر، 3D عرض الران واي ب 45 متر، ومفيش 3E ولا في 3F. 4 مفيش 4A. ليه؟ مفيش 4B. ليه؟ تبقى غير اقتصادي لو استخدمت الطول دوت مع حجم الطيارة. بالظبط كده. انا مطار الران واي بتاعه كبير جدا، ماشي، اما احط عليه طيارات صغيرة يبقى انا بقلل من السعة بتاعت الران واي، وبالتالي حاجة مش اقتصادية. انا بعمل مطار بتكلفة كبيرة جدا عشان في الاخر اطير من عليه طيارات صغيرة. تمام. فيبقى عندنا بداية كده 4 من اول 4C ب 45 متر، و4D ب 45 متر، و4E ب 45 متر، و4F ب 60 متر. فدي اول حاجة ابتدينا نبص فيها اللي هي الويتس بتاع الران واي، وده الجدول بتاعه، وطبعا معتمد تماما على تصنيف المطار اللي هو الكود لتر والكود نمبر. في ملاحظه تحت كده بيقول لك حرف الاي اللي موجود في 1A و2A، قال لك the width of a precision approach runway should be not less than 30 meters where the code number is 1 or 2. لما يكون ال precision approach ده اللي هو الطياره بتقترب من المطار عن طريق ابراج المراقبه ومفيش guidance and guidance، لازم بيوسعوا طول الران واي لحد 30 متر. معلش كده يا دكتور، ممكن الحته بتاعت اسمه دي تاني؟ هو الصوت بتاع حضرتك مقفول يا دكتور.
هو في حد فيكم بيحاول يميوت مي يا جماعة؟ ألو؟ ايوه كده الصوت رجع. ما أنا عارفة إن الصوت رجع، هو حد عامل لي ميوت؟ لا يا عم أوكي كيف محدش هنشوف على الله متكررش تاني. تاني موضوع البريسيشن ابروتش دي، في مطارات معينه نوع التوجيه بتاعها بيختلف، التوجيه بتاعها وهي بتعمل عمليات الهبوط بالذات بيختلف، ولما تيجي تعمل التصميم هيبلغوك بايه هي المطارات اللي بريسيشن ابروتش. قال لك المطارات دي من النوع دون عرض الران واي فيها ما بيقلش عن 30 متر حتى لو كان الكود لتر الكود نمبر سوري واحد او اتنين. ماشي طيب هنبتدي، ابتدينا نعرف عرض الران واي، هنبتدي نبص في الكروس سلوبس او ترانسفيرس سلوبس، اللي هي الكروس سلوبس او ترانسفيرس سلوبس الميول الجانبيه ماشي اللي بتبان في القطاع العرضي. غرض من كل الميول سواء في الميول الطوليه او الميول الجانبيه هو انه المايه تنصرف، المايه تتصرف ماشي. Like to promote the most rapid drainage of water, the runway surface should be, if practicable, be compared, except where a single crossfall from high to low in the direction of wind most frequently assumed with rain would ensure rapid drainage. قال لك شكل الرانواي يعني if applicable أو if practicable يبقى كامبرد. كامبرد يعني ايه؟ عارفين النورمال كراون سيكشن اللي كنا بناخده في طرق؟ ايوه بالظبط، اللي هو كان بيبقى عالي من النص واقل منسوبا من مايل الجناب. يمين وشمال. بيقول لك لو هي الموضوع براكتيكابل يعني تقدر تطبقه ماشي، فالاحسن ان انت تخليهم بالشكل ده تمام. وقال لك the transverse slope should ideally be الميول الجانبية المفروض تكون كام؟ قال لك 1.5% where the code letter C, D, E or F. في حالة المطارات الكبيرة C, D, E و F كفاية عليهم 1.5 عشان يصرف الماء، و 2% where the code letter A or B. ما بيقلش ابدا عن 1% ما عدا في المناطق اللي فيها انترسكشن ما بين الران واي والتاكسي واي او الران واي. زي المره اللي فاتت فيها الران واي كونفيجريشن، ولقينا ان في بعض المطارات ممكن تكون الران وايز ماشي او متقاطعه مع ران واي ثاني او متقاطعه تاكسي واي. فقال لك في الحاله دي except at runway or taxiway intersection with flatter slopes may be necessary. ان انا ساعتها بضطر ان انا اعمل ميول اقل شويه من الارقام دي عشان اقدر اربط ما بين الطريقين اللي هم التور. معلش يا جماعه انا لازم ارد على التليفون ده. الو الو
الو الو، لغيت يا دكتور. معلش يا شباب، في زميلة بس عاملة عملية وانا كنت حابة ان انا اطمن عليها، بس الشركة مش مساعدة، فانا يعني ايه بعت لها مسج وبكلمها بعد المحاضرة. خلينا نكمل. فاتفقنا انه في المناطق اللي هي التقاطع ما بين الران ويز وبعضها، او التقاطع ما بين ران واي وتاكسي واي، ممكن في الحالة دي نستخدم ميول اقل شوية عشان نقدر برضو. معلش يا شباب، ايوه انا شفت، انا عارفة، انا حسيت ان فعلا شباب سامعيني؟ ايوه دكتور. طيب معلش انا بعتذر على قطع المحاضره، بس قلت لكم ظرف طارئ فعلا. تمام. قال لك كمان the transfer slopes should be sustainably substantially the same throughout the way wind transition should be provided, taking account of the need for adequate drainage. أما المفروض إنه أعمل الميل واحد أو على طول الران واي، لكن لما بيكون عندي تقاطع مع ران واي تاني دي إنه أحاول إن أنا أعمل even transition، اللي هو انتقال جيد من الاتنين لبعض. Longitudinal slopes، احنا طبعا هنا كنا بنتكلم في الكروس سلوبس او الترانسفيرس سلوبس. اللونجتودنال سلوبس نقصد بيها الميول الطوليه، والميول الطوليه نوعين. في حاجه كلمنا عنها في الكوريكشن شويه اسمها الافكتيف جريدينت، وفي حاجه اسمها اللونجتودنال سلوب اللي هو الميل ما بين نقطتين مثلا على طول. فالبدايه خالص اتكلمنا على الافكتيف جريدينت، قال لنا ذا سلوب كومبيوتينج باي ديفايدينج ذا ديفرنس بيتوين ذا ماكسيمم اند مينيمم اليفيشن الونج ذا رانواي سنتر لاين باي ذا رانواي لينس. التعريف اللي مكتوب ده هو نفس تعريف الافكتيف جريدينت، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ان الافكتيف جريدينت بيساوي الفرق ما بين اعلى نقطه واقل نقطه في المنسوب مقسوم على طول الرانواي، لما كنا بنعرف من شويه التصحيحات. فقال لك الطول اللي بيتحسب بالطريقه دي should not be ما يزيدش عن 1% code number is 3 or 4 و 2% where the code number is 1 or 2. 1% لو هيكون ال runway الكود نمبر بتاعه 3 4 و 2% بتاعه 1 او 2. وبعدين بعد كده ابتدى يكلمنا على ميل تاني اللي هو along no portion of my longitudinal slope exceed. ده اللونجتودنال سلوب ده او اللونجتودنال سلوب بيتنطق كده عن القيم اللي قدامنا دي. بيتحسب ازاي؟ الميل ما بين نقطتين، اي نقطتين متتاليتين على الران واي الميل ما بينهم قد ايه؟ قال لك one 5% where the code number 3 و 2% where the code number is 1 or 2. طب الحته الزياده قال لك except that for the first and last quarter of the slope should not exceed 8 من 10%. مطارات من النوع 3 او 4 اللي هي المطارات اللي طول الران واي بتاعها طويل، اللي هي المطارات اللي عاده هتخدم طيارات كبيره احجامها كبيره واوزانها تقيله، بيديك قيمه الميل بتاعك اللي هي ما تزيدش عن 1.25%. اقول لك اول ربع واخر ربع، لا اول ربع واخر ربع هنخفف
فيهم من ميل شوية ماشي كده واضح؟ كده واضح الكلام شباب؟ طيب كده عرفنا دكتور الصوت بيقطع جامد. ها الصوت بيقطع في سؤال الصوت بيقطع جامد من طب يعني خالص. السلايد دي صوت قطع فيها كلها من بدري خالص يعني السلايد دي من اولها ما شفتهاش من اول واحد برسنت ورز كود نمبر اس 3 4 كل شويه بيقطع ويروح ويجي ويقطع ويروح ويجي. اوكي ماشي طيب نقول تاني اللونجيتودينال سلوبس نوعين الافكتيف جريدينت زي اللي خدناه من شويه في التصحيحات والافكتيف جريدينت بيتحسب ازاي على نقطه او نقطه على على طول الرنوي هو بيقول لك هنا اهو في الـ في الـ في الـ في الـ computing by dividing the difference between the maximum and minimum elevation along the runway center line length التعريف اللي احنا بنقراه دلوقتي ده هو نفس اللي الباشمهندس قال لنا حاجه صح ولا مظبوط يبقى الافكتيف جريدينت المفروض ما يزيدش عن 1% والذا كود نمبر 3 و4 1% لما يكون الكود نمبر 3 و4 و2% والكود نمبر از 1 او 2 ماشي يبقى ده في الحدود المواصفات بتاعه الايفكتيف جريدينت انه ما يزيدش عن سوري معلش 1% بالنسبه للمطارات من النوع 3 و4 و2% بالنسبه للمطارات من نوع 1 و2 تمام بعد كده قال لي along two portion of the runway should the longitudinal slope exceed ايه بقى اللونجيتودينال سلوب ده الميل الطولي يعني ايه الميل الطولي ما بين نقطتين على نفس الخط ماشي قال لك كام قال لك 1.25% where the code number is 4 واحد وربع لما يكون الكود نمبر 4 واحد ونص لما يكون الكود نمبر 3 واثنين لما يكون الكود نمبر 1 و2 ماشي طيب ايه بقى قال لك except that for the first and the runway the longitudinal slope should not exceed 0.8% الربع الاخير ما يزيدش الميل عن 8% وده في الحالات بتاعه المطارات اللي هي 3 و4 اللي هي المطارات اللي الران واي بتاعها طويل اللي هي المطارات اللي بتخدم طيارات كبيره احجامها كبيره واوزانها ثقيله ماشي فبيقول لك ان احنا بنخفف الميل شويه في الربع الاولاني والربع الاخير تفتكر ليه بيساعد في عمليه الاقلاع والهبوط عشان مقاومه هو بيساعد في عمليه الاقلاع والهبوط كلام صحيح بس هي الفكره في ان ايه الطياره اللي هي وزنها تقيل وحجمها كبير عمليات التسارع بتاعتها بتبقى معتمده على بتاعها في بدايه الران واي او عمليه التباطؤ بتعتمد على الفرامل في نهايه الران واي طبعا التسارع في حاله لو هي كانت بتعمل اقلاع والتباطؤ لو هي كانت بتعمل عمليه هبوط تمام الطيارات دي تقيله جدا فلو انا عملت لها مركبه وزن ضد اتجاه الحركه في الهبوط او مع اتجاه الحركه ضد اتجاه الحركه سوري في الاقلاع او مع اتجاه الحركه في الهبوط فهي في حاله الاقلاع هتخليها التسارع بتاعها صغير واحنا عايزين نخليها تتسارع عشان تقدر تعمل عمليه الاقلاع او تخلي التباطؤ بتاعها قليل وتفضل سريعه وماشيه على المطار بسرعه كبيره فاحنا مش عايزين مركبه الوزن دي تكون ماشي فمركبه الوزن اصلا معتمده على ايه على قيمه الزاويه هي زاويه الميل فكل ما الميل زاد كل ما مركبه الوزن دي زادت ماشي فعشان كده اول ربع واخر ربع من الران واي في المطارات الكبيره اللي
اللي اطولها الرانويز فيها طويله واللي بتخدم طيارات كبيره، قال لك ماشي اشتغل واحد وربع وواحد ونص بس، تعالى على اول ربع في الرانواي وتعالى على اخر ربع في الرانواي واشتغل ميول قليله ما تزيدش عن 8 من 10%. مفهومه دي؟ مفهومه شباب؟ ايوه دكتور مفهوم. ماشي طيب، احنا عرفنا كده الافكتيف جريدينت واللونجيتودينال جريدينت، عايزين ادانا مواصفه ثانيه، قال لنا السلوب تشينجز. السلوب تشينجز اللي هي ايه؟ الفرق بين ميل والميل اللي وراه. فقال لك وير سلوب تشينجز كان نوت بي افويدد، وهي ويل نوت بي افويدد على فكره، لان لو عندي ران واي طول وسي وعندي ميل استخدمت ميل 1% ماشي، الواحد في المية ده تفتكروا يديني فرق بين اول ران واي واخر؟ معلش هو الصوت علق، الصوت قطع كده يا دكتور. لو فرضنا او بيقول لي وير سلوب تشينجز كان نوت بي افويدد ماشي، احنا هنقول انا كمهندس هحاول افويد السلوب تشينجز، هخلي لو عندي ران واي اخلي الميل بتاعه ثابت من الاول للاخر. خلينا نشوف الكلام ده مع بعض عملي ولا لا. فلو انا عندي مطار مثلا الران واي بتاعه طوله 4000 متر تمام، وانا عملت ميل 1% فرق المنسوب ما بين اول نقطه واخر نقطه يكون قد ايه؟ مية متر. لا مش مية، 1% في 4000 ب 40 متر. 4000 ماشي، 40 متر ماشي، 4000 اوكي ب 40 متر برضه ما زال فرق منسوب 40 متر ما بين اول الرانوي واخره، حاجه مش مقبوله خالص. فغالبا انا مش هقدر افويد ان انا ما يكونش عندي سلوب تشينجز خلاص. طب لو انا عندي سلوب تشينجز قال لك ايه؟ قال لك السلوب تشينج بين تو كونزيكتيف سلوبس شود نوت بي كونزيكتيف، يعني متتاليه ميلين ورا بعض ماشي. قال لك الفرق ما بين اي ميلين ورا بعض المفروض ما يزيدش عن 1.5% 1.5% where the code number is 3 or 4 و 2% where the code number is 1 or 2. قال لك الفرق ما بين ميلين ورا بعض ما يزيدش عن 1.5% لو كان المطار من نوع 3 او 4 و 2% where the code number is 1 or 2. اللي بعدها كمان قال لك the transition from one slope to another with a rate of a change not exceeding كام بقى؟ هنعمل الانتقال من ميل لاخر باستخدام a curved surface، يعني هنصمم منحنى رأسي ماشي، والمنحنى الرأسي دوت الريت اوف تشينج بتاعه قال لك 1% بير 30 meters minimum radius of curvature 30,000 متر where the code number is 4 و 2% بير 30 meters minimum radius of curvature 15,000 متر where the code number is 3 and 0.4% per 30 meters minimum radius of curvature 7500 متر where the code number is 1 or 2. عندنا تغير في الميول في الطرق كنا بنصممه بكيرف صح؟ منحنى رأسي. حد فاكر انواع المنحنيات الرئيسية اللي احنا كنا بنصممها؟ الساجو كريست. حد فاكر الشيب بتاعها كان بيبقى شيب ايه؟ برابول. انا سألت السؤال ده في الامتحان، بارابوليك اللي هو جاي من البارابولا اوكي؟ والبارابولا ده اللي هو منحنى من الدرجة الثانية ماشي؟ وكنت بعمل الكيرف ده عشان اربط ما بين الميول وبعضها، لان العربيه عمرها ما هتطلع كده لو الكيرف ده ميلين متقابلين وحطيناهم كده خطوط مستقيمه، فهيبقى عندنا في الاخر مثلث، العربيه ما بتطلعش المثلث ده، بنعمل ما بين المثلث ده كيرف. والكيرف ده صممناه في الترم الاولاني سواء كان كريست او ساج. هو احنا عندنا هنا برضو منحنيات راسيه بنصممها، بس هي بيبقى الشيب بتاعها في المطارات مش بارابوليك، هي الشيب بتاعها في المطارات دائري، وعشان كده بيدينا radius of curvature نصف قطر للدوران للكيرفات دي. المحاضرة للأسف
فاضل فيها دقيقة واحدة، فأنا مش هلحق أشرح المنحنيات الرئيسية دي، فخلينا نتكلم عنها المرة الجاية. لحد كده في مشاكل بالنسبة لكم في الكلام اللي أنا قلته؟ تمام تمام. خليكوا فاكرين أنا وقفت في السلايد رقم 6. احنا المنحنى أنا دكتور الدائري. دائري المنحنى سيركولر. تمام. هنتكلم عنه أكتر المرة الجاية إن شاء الله. لحد كده في مشكلة في اللي أنا بقوله؟